وكل باسمه وصفته، كما نوهت بالاهتمام الخاص لبلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لحماية التراث الثقافي. الثقافة هي ما يجمعنا ويوحدنا على الرغم من اختلافاتنا وخصوصياتنا وذاكرتنا وتاريخنا المختلف. ما هي التراث العالمي الثقافي والطبيعي لسنة 1972 وعلى البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية لاهاي سنة 2013، كما عملت المملكة على تجسيد المادة لهذا الانخراط باعتبار أنها كانت منذ سنة 2015 عضواً نشيطاً في لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح. Que la coopération internationale, le dialogue et l'échange de points de vue et d'expérience sont la meilleure garantie du succès du multilatéralisme et de la réalisation de nos objectifs communs pour un monde meilleur. Nous en avons tant besoin. إبراز الجهود التي تبذلها المملكة المغربية للانخراط في المنظومة الدولية ذات الصلة، وأيضا هي مناسبة للمساهمة في تفعيل الحماية التي تكفلها المنظومة الدولية لحماية التراث الثقافي في النزاع المسلح من خلال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية لاهاي لسنة 1954. والندوة أيضا تكون مناسبة لإبراز التجارب الرائدة في هذا المجال، خاصة التجربة المغربية، ونتطلع أن تسفر أشغال هذه الندوة عن مقترحات ملموسة لمساعدة المنظومة الدولية على تفعيل حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه. التراث بمكوناته المادية والمعنوية يتعرض بشكل مباشر لما تنتجه الصراعات في عالم نعيش فيه عدد من المشاكل الجيوسياسية. التراث يتعرض لخطر رغم وجود اتفاقية لاهاي لعام 1954 التي تسعى لحماية التراث والحفاظ عليه في مناطق الصراع. هذه الاتفاقية نعتبرها هامة، فهي تشير إلى طريق أمام إنسانية أكثر، للأسف انقسامها من أي وقت مضى، ولكن يمكنها أن تجد في الثقافة والحوار لحل النزاعات وتكوين فكر دولي طريقا نحو السلام والازدهار. هذا الاطار لا يسعنا الا ان نذكر تمسك المغرب بهذه الركائز الثلاث: الثقافه، السلام والقانون الدولي، حيث بتوجيه من صاحب الجلاله الملك محمد السادس حفظه الله انخرط المغرب في التعاون وثيق وشامل مع اليونسكو لتعزيز والحفاظ على مستوى الافريقي والدولي على التراث الثقافي المادي والمعنوي وتتميمه. كما تواصل المملكة رسالتها كمركز للسلام والاستقرار في منطقة والقارة الإفريقية، حريصة على أن تكون جسرا ومكانا للحوار لمختلف الفاعلين الدوليين. تكتسب أهمية هذه الاحتفالية معناها الكامل عندما نأخذ بعين الاعتبار التنوع المشاركين من خلال حوار بين الجمعيين والمسؤولين السياسيين الوطنيين والمؤسسات الدولية. ستساهم المناقشات اليوم إجراء هذه الدعوة لبلادنا لتعزيز الدبلوماسية الثقافية والتمسك بحماية الثقافة بالقانون. كما أن المغرب كما تعلمون منخرط في إطار مبادرة أليف في الدفاع عن التراث بمناطق النزاع والحفاظ عليه، بل والترويج له وإشعاعه دوليا. داخل الوزارة وبشراكة مع جميع المتدخلين سنواصل العمل تنفيذا للتعليمات الملكية الثانية في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه، وجعل خبرات الكفاءات التي توفر عليها المغرب رهن إشارة جميع الدول الصديقة والشقيقة، خصوصا في مناطق النزاع، من أجل الحفاظ على الإرث الثمين وهو التراث الثقافي. شكرا لكم. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer mes profonds regrets de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui à Rabat. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes félicitations au Maroc, au ministère d'Affaires étrangères du Maroc, à mon cher ami l'ambassadeur Omar Hilali, pour avoir convoqué cette importante conférence internationale. Comme je vous disais, ce n'est pas la première fois que le Maroc a tenu à défendre ses valeurs de respect, d'entente, de protection des différentes cultures, de vivre ensemble, et que Sa Majesté le Roi Mohamed VI l'a exprimé à plusieurs reprises.
une des dernières fois où il a envoyé un message royal très clair. C'est à l'occasion du 9e Forum global de l'Alliance des civilisations qui s'est tenu à Fès en l'année 2022, où il a exprimé, et je cite, que plus de deux décennies, j'ai personnellement travaillé pour renforcer et sauvegarder l'héritage marocain juif. Et j'ai cultivé un esprit de sincère communion entre les juifs et les musulmans dans une terre d'islam. Le sujet de ce colloque impose donc une certaine gravité, tant il nous met face à face avec une des facettes les plus sombres de notre humanité. En effet, notre histoire commune, l'histoire de tous les peuples, est effectivement là, et bien là, pour nous rappeler que, malheureusement, depuis des temps immémoriaux, la destruction des symboles de l'identité des peuples a toujours été une arme de guerre dévastatrice. En de trop nombreuses occasions, à travers l'histoire, les vainqueurs ne se sont pas contentés de dominer les vaincus, d'accaparer leurs terres et de les asservir. Non, trop souvent, ils ont détruit sans retenue leur patrimoine culturel, leur lieu de culte, les espaces de leurs pratiques sociales, souvent séculaires, transmises de génération en génération, pour effacer la mémoire collective et toute trace de l'existence même des civilisations combattues puis vaincues. Mesdames et messieurs, et je sais que vous le savez, la diversité culturelle qui caractérise l'humanité et fait partie de ses plus grandes richesses. كما أود أن أذكر بما تسخر به المملكة المغربية من تراث ثقافي ومعالم تاريخية وتحاسن أثرية تعكس امتدادها في التاريخ وما تمثله كفضاء إنساني غني بتراثه اللامادي وبمعالمه الفنية المعمارية العريقة وقطعه الأثرية المتميزة ذات القيمة التاريخية والإنسانية الكبيرة.